ما يضحكوا علينا، وخاصة أنه نحن شربنا من كأس أوسلو من قبل، يعني صار لنا أكثر من 30 سنة وهم يضحكون علينا بموضوع طيب. اتفاقيات السلام إذا لا مأمن لهم أستاذ علي بصراحة. وبالتالي الرد على الإهانات التي وجهت أو على الضربات الموجعة، لأنه حتى وقت اللي بيقول السيد حسن أنه اضحكوا قليلا لأنكم أوجعتمونا، لأنه هو تكلم عن وضحت الحزن الفكرة تماما عن الوجع عن نعم. البكاء الذي تأثرنا به نعم. إن كان بمقتل علي. السيد نعم. شكر في الضاحية أم في اغتيال هنية في طهران. طيب.